يا اهلا بكل الناس اللي بتشوفنا النهارده يوم جديد وحلقه جديده من حلقاتنا في هو هنا. النهارده معانا ان شاء الله فقرات تعجب حضراتكم. معانا موضوع كده يعني هيشغل بال ناس كتير، واكيد كل حد بيتفرج علينا النهارده اكيد مر بالقصص دي. النهارده بنتكلم عن الفرص الجديده، او ازاي ان احنا نخرج من علاقه وندي نفسنا فرصه جديده. قبل ما نتكلم في اي تفاصيل خليني اسلم على ديما. ازيك يا ديما؟ ازيك يا مرام؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. وانا طبعا برحب بكل اللي بيشوفونا على شاشه قناه المحور وحلقه جديده. وزي ما مر وقالت موضوع يمكن بيشغل بال ناس كتيره جدا، زي ما مر وقالت كل انفصال بيكون فرصه لبدايه جديده. فخصوصا مش بس انا بحس الموضوع ده ما ينطبقش بس في العلاقات العاطفيه في الشغل وفي كل حاجه، لكن يمكن احنا بنعرف نموف اون من كل حاجه في حياتنا الا العلاقات العاطفيه، يمكن بنقف شويه. في ناس حياتها بتقف تماما، وفي طرف الاخر ممكن يقدر انه يشوف حد تاني ويعيش حياته ويشغل نفسه بحاجات تانيه كتير. طيب ازاي الواحد يموف اون، خصوصا لو الطرف الاخر اتجوز او خلاص ارتبط ومش انا مش في باله اصلا خلاص anymore، ازاي بقى الواحد دي move on؟ انا يعني في البدايه في ناس كتير جدا احنا بنشوفها بتوقف حياتها على شخص. انا طبعا بشوف ان الناس اللي من النوع ده ممكن يكونوا، يعني مش هنقول بقى ان هي تبقى لازم تبقى بنت او لازم بيبقى راجل، ما في ستات بتبقى كده وفي رجاله بتبقى كده، بيحس ان الحياه او بتحس ان الحياه مستحيله ومفيش اي امكانيه ان احنا ممكن نبدا حياه جديده، مفيش تخطي للمصاعب اللي ممكن تكون واجهتنا في العلاقات دي. في راجل ممكن يموف اون بشكل بسيط جدا، مش لازم ان هو يشوف علاقه تانية. وفي ست برضو بتموف اون بتجري تشوف حياتها، مش لازم برضو تشوف راجل تاني. انا بقول ان احنا ما ينفعش ندخل لعلاقه تانية. في دايما ستات يقول لك اصل الراجل بتنساه براجل تاني، وفي رجاله بيقول الست بتتنسي بست زيها. بس انا بشوف يا مره، انا بشوف انه في ستات فعلا ما بتعرفش تعيش من غير راجل. طيب خلينا نتفق ونقول ان اي تخطي في الدنيا، اي خروج او فرصه جديده بنبداها في علاقه جديده سويه، لازم يكون في مرحله معينه قدرتي ان انت تقفي مع نفسك فيها وتتخطي المصاعب اللي في العلاقه اللي فاتت عشان تقدري تدخلي علاقه صحيه. في ناس تقول لك اصل انا هدخل عشان مش هتسلى، حد يبقى معايا كده عشان ايه ينسيني اللي فات. انا بشوف ان دي علاقه بتبقى فاشله جدا وبتبقى علاقه مش صحيه. ممكن تقعد شهر اتنين تلاته تنسي بيه اللي فات، بس دي مش علاقه صحيه، لان انت ما بتديش اللي قدامك كل مشاعرك الحقيقيه. انت ممكن تتناسي في العلاقه دي وهو كمان ممكن يتناسى، طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها او في شكل الحياه اللي احنا موجودين فيه اللي هو الريتم يا ديما السريع، تعدد للصداقات كتير قوي، دي صاحبتي، ده صاحبي، فبنلاقي ان احنا مش لاقيين علاقه صحيه حقيقيه للزواج او الارتباط. فبتلاقي ان انت دخلتي كده في علاقه وانت شايفه نفسك ان انت مش هتبقي مؤهله ليها او مش هتبقي مبسوطه فيها. يمكن اكون كمان علقت الطرف الثاني بيا، يعني انا بشوف ان ده مش صح. بشوف انه اصح طريقه اني اموف اون او اتخلص من الشعور اللي انا كنت بحسه تجاه الشخص تاني هو ان انا اطور من نفسي دايما واهتم بنفسي. رياضة، تعليم، شغل، لو أنا اهتميت بكل ده هلاقي واحدة أكيد خلاص ابتديت تركز في حاجات. عندي أهداف تانية، غير كان كل أهدافي مثلا الشخص ده اني أبقى معاه واتجوزه، دلوقتي بقى عندي أهداف تانية خالص. فمش بقول إن احنا ننسى موضوع فكرة الارتباط والجواز، بس ناخد فترة بيرعي المرحلة اللي احنا بنتكلم ما بين العلاقة القديمة او اللي احنا خلاص سيبنا الطرف الاخر وما بين العلاقه الجديده. المرحله دي مهمه قوي ان احنا فعلا نشوف نفسنا، نبتدي نشوف ايه اللي ناقصنا ونعمله. حد عايز يعمل دايت، المرحله دي بقى مهمه جدا لان انت بتتحدي ساعتها نفسك، بتبقي في ازمه كبيره. اللي عايز ينزل في الوزن، اللي عايز يعمل رياضه، اللي عايز يعمل لايف ستايل معين في شكله، اللي عايز يقدم على وظيفه جديده، اللي عايز ياخد كورس، حاجات كتير جدا مش مقتصر على حاجه او اتنين. اللي عايز يغير شكله، يغير ستايل لبسه، يعني عارفه زي ما انت قلتي يركز على حاجه. في ناس وهي في علاقه بتنسى نفسها او بتبقى ما يهمهاش اي حاجه غير سعاده الشخص اللي قدامها، بتكتشف ان هي اولا خسرت ناس كتير قوي، اهملت في نفسها من عمرها. بشوف ان دي يمكن بتكون علاقه سامه، ان انا اهمل نفسي كل ده وفجاه الاقي نفسي ايه ده، انا عملت ايه في حياتي او انا ما عنديش حد وفين الناس اللي حواليا. فلا عايزه بقى اسالك سؤال. ايوه. شايفه مين بيموف اون اسرع، الراجل ولا الست؟ انا في نظريه كده بتقول ان الراجل
اول اسبوع بيبقى هو زي الفل ومبسوط، وبعد كده العكس بقى. مش عارفه هي الدراسه يعني دي نظريه او دراسه سليمه ولا دي كانت كومنتس كده على هي سليمه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الراجل اول يوم بيبقى مبسوط ويجري اول اسبوع وبعد كده العكس بقى، هي بتبقى مكتئبه جدا جدا اول اسبوع، بعد كده هي بتنسى وهو اللي بيرجع يفكر فيها او بيكون عايز هي بقى الموضوع يرجع تاني. الجلو اب لما بتهتم بنفسها شكلها بيتغير، بتبقى فعلا مبسوطه. فهو لما بيلاقيها كده بقى بيبقى اللي هو لا ازاي يعني انت سبتيني ومبسوطه. فبحس ان مش عايزه اعمم يعني راجل او ست، ما اقدرش اقول راجل او ست، بس حسب الشخصيه بالظبط، هي شخصيات. مهم جدا برضو في العلاقات اللي احنا هنبدأها نخرج كل المشاعر السلبية او الطاقة السلبية اللي جوانا اللي بتفضل مستمرة معانا. وطبعا لما بنبقى عندنا كبت للمشاعر دي او الطاقة دي بتتولد من جديد، دي دراسة بتقول كده ان الطاقة دي بتتولد، ان احنا بنفضل دايما عندنا اكتئاب او طاقة سلبية او مشاعر سلبية ما بنبقاش عارفين نفرغ ده، فدي بتبقى مشكلة، لازم نفرغ فعلا الطاقة السلبية اللي موجودة جوانا. طيب ونبطل بقى نراقب الاطراف الاخرى، يعني انا خلاص عملت صح اهم حاجة انا ضد البلوك، بس نبطل نراقب، نحاول نبطل ان احنا كل شويه نشوفهم هم بيعملوا ايه، بينزلوا صور جديده مش بينزلوا صور جديده، ده راح فين دي راحت فين دي نزلت صوره، يعني الحاجات اللي دايما انت خلاص قررت ان انت تنفصلي او تسيبي العلاقه دي وتتركيها، او انت كمان يعني فضلت ان انت تبقى لوحدك، يبقى خلاص مفيش مراقبات، لان المراقبات دي بتبقى بتعمل طاقه سلبيه صعبه جدا. طبعا انا حاسه ان احنا لو قعدنا نتكلم في الموضوع ده لحد بكره مش هيخلص، عادي عندنا كلام كتير، هنعمل حلقات وحلقات من المراقبات، هنعمل حلقات وحلقات بالظبط. عندنا ايه بقى النهارده؟ عندنا النهارده فقره من الفقرات المهمه جدا عملتها زميلتنا مي الشرقاوي مع نموذج مشرف للمراه المصريه، وهي دكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي السابق والمكرمه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تكريم المرأة والأم المثالية لعشرين 2024. كمان عندنا المطبخ، طبعا مش هننسى المطبخ عشان أنا اللي موجودة فيه النهاردة، وإن شاء الله هنحضر لكم فقرة مطبخ تكون مميزة جدا. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقراتنا الحوارية، استنونا.